شكرا جزيلا كابتن محمود الخطيب وتحية مصر ألف مرة الحقيقة على هذه الكلمة الضافية. كما عودنا دائما الكابتن محمود الخطيب أصدق الكلام هو ما خرج من القلب إلى القلب، ودائما كلماته تخرج من القلب فتمس القلوب. له الشكر الجزيل على كل ما يقوم به مع منظومة النادي الحقيقة في سبيل رفعة هذا الكيان الكبير الذي يعني ننظر إليه كمؤسسة رفيعة المستوى وشديدة الانضباط من مؤسسات هذا الوطن الكبير والعظيم الذي نفخر جميعا بالانتماء إليه. شكرا جزيلا كابتن محمود. الحقيقة أن المهندس إبراهيم العرجاني نادر الظهور وقليل الحديث، يجيد العمل في صمت وربما يتناغم أو يتشابه أو يتماهى مع هذا في بعض صفات الكابتن محمود الخطيب الذي لا يحب الظهور ولا الحديث الكثير. وطني بامتياز، وحتى النخاع عمل الحقيقة في كل ربوع مصر يشار إليه بالبنان. نحن سعداء بوجوده اليوم في قلعة النادي الأهلي بالجزيرة، هذا النادي الوطني الذي طالما الحقيقة رفع اسم مصر عاليا، وشاركت اليوم مع مجموعة العرجاني هي بداية وانطلاقة وطنية أخرى كما نقول دائما تحت مظلة مصر الكبرى. مرحبا بالمهندس إبراهيم العرجاني، ولا يمكن أن يكون في حضرة النادي الأهلي وفي صحبة الكابتن محمود الخطيب وفي حضور هذه الكوكبة الحقيقة المضيئة التي نسعد بها اليوم ولا نستمع منه إلى كلمات ولو قليلة، فإليه الكلمة فليتفضل. مساء الخير عليكم جميعا. الحقيقة أنا مبسوط النهاردة لأني موجود في النادي الأهلي نادي القرن وفي ضيافة جمهور النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب، وعاوز الناس تعرف أنه شراكة النادي الأهلي والعرجاني جروب شراكة وطنية في الأساس، شراكة في المسؤولية تجاه بلدنا والنادي الأهلي بقيمته، لأنه النادي الأهلي ده غالي على كل المصريين. إحنا بدأنا النهاردة بالتعاون مع النادي الأهلي وبنرحب بالتعاون مع كل الأندية، لكن بصراحة العمل الطوعي في الأندية الجماهيرية صعب وكله ضغوط. الحمد لله أننا بعيد، ربنا يكون في عونك يا كابتن خطيب. شكرا لكم جميعا. شكرا جزيلا المهندس إبراهيم العرجاني على هذه الكلمة السريعة والمقتضبة ولكنها مخلصة ومعبرة.